السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو ده هنبتدي يعني مجموعة من الفيديوهات عن برنامج الأسبن بلس. برنامج الأسبن بلس من البرامج المشهورة جدا 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 واللي بنحتاجها جدا جدا في مجال الهندسة الكيميائية والبروسيس سيميليشن. البرامج المتاحة اللي احنا ممكن بنستخدمها كتير الحقيقة، يعني هو في يمكن أشهرهم هو الأسبن بلس، في الاسبن هايسس، في برو 2، في يعني في حاجات كتير، وفي الاخر هيبقى كلهم يمكن قريبين من بعض وشبه بعض، بس يعني بتختلف بقى من واحد للتاني في طريقة التعريف الحاجات فيه والطريقة اللي هو بيقدر يعمل بيها الحسابات وكده. الهدف او الطريقه اللي هنمشي بيها ان انا هبتدي الاول من الاول خالص، ان احنا هنشوف السوفت وير بيبقى عامل ازاي وشكله وهو ايه الحاجات اللي فيه، وبعدين هنبتدي نمسكه واحده واحده. طبعا البرنامج يعني باورفل جدا جدا وفيه اوبشنز كتير جدا 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 جدا، فاحنا هنحاول علشان الموضوع يبقى منظم شويه ان احنا نمشيها واحده واحده. يعني احنا نبتدي في الاول مثلا نتكلم عن مثلا فلويد ميكانكس ونشوف البايبنج ممكن يتعمل ازاي على الاسبن بلس والحسابات بتاعته، ممكن او ايه الحاجات اللي احنا بنعرفها وايه هي الاوتبوت اللي احنا ممكن نستنى منه. بعد كده ممكن نتكلم على الهيت ترانسفير ونشوف مثلا لو انا عندي هيت اكسشينجر ازاي ممكن يساعدني في حاجه زي كده. هنشوف السيبريشن، هنشوف الديستليشن، هنشوف الاكستراكشن، فهيبقى في حاجات كتير ان شاء الله هنشوفها. هتبقى كويسه ان احنا بنراجع على الكونسبتس او على الحاجات الاساسيه اللي احنا عارفينها، وفي نفس الوقت بنشوف ازاي السوفت وير ممكن يسهل لنا جدا جدا موضوع الحسابات. يعني انا في حاجات كتير، يعني لو حتى حد كان شاف الفيديوز بتاعت الماتلاب والاكسل، لو احنا جينا نعمل ديستليشن او حسابات ديستليشن الموضوع بيبقى صعب جدا، هنا بيخلص في يعني دقائق بسيطه جدا وتلاقي الموضوع خلص. ودي هتبقى حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا لازم نخلي بالنا منها في السوفت وير ده، ان هو ايه 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 موطن القوه اللي فيه. موطن القوه اللي فيه ان هو يعني لو حد بص على العمليات اللي احنا بنعملها زي ما قلت الديستليشن، سيبريشن، فلاشنج، الهيت ترانسفير، الحاجات دي كلها، هو في الحقيقه هتلاقي ان هي ممكن يعني تحول، يعني هو الموديل بيعمل ايه، هو بياخد السيستم ده بيحوله لمعادلات. المعادلات دي هتبقى ماتيريال بالانس، هتبقى انرجي بالانس، او هتبقى فيز ايكوليبريم. ده يعني بشكل عام ممكن يبقى في حاجات تانية مثلا، بس يعني هو ده الشكل العام او انواع المعادلات اللي بتبقى موجوده في السوفت وير او اللي هو بيحلها. يعني الماتيريال بالانس بسيط، ممكن واحد يحله بايده. الانرجي بالانس احنا شوفنا ممكن نعمله ازاي. المشكله دايما بتكمن في الجزء بتاع الفيز ايكوليبريم، ان انا عندي مثلا ليكويد وفيبر فيز، وازاي الاثنين فيزز دول بيوصلوا لحاله اتزان. دي مش 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 سهله ان احنا نعملها. ولو حد كان درس قبل كده كورس عن الفيز ايكوليبريم او الثيرموداينامكس هيعرف قد ايه الموضوع بيبقى مزعج، وان في مودلز كتير علشان اقدر امودل بيها السيستم بتاعي، وان حكايه ان انا افترض ان هو ايديال ده بيبقى في حالات قليله جدا 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 وشروط يعني غالبا ما بتتحققش. ففي الغالب احنا ما بنقدرش نعمل الحسابات دي بسهوله. الموطن القوة بقى في السوفت وير ده ان هو عنده القدرة ان هو تختار له الثيرموديناميك موديل اللي انت عايز تشتغل بيه، سواء كان كيوبيك ايكويشن اوف ستيت او كان اكتيفيتي كوفيشنت موديل، ايا كان الموديل اللي انت هتشتغل بيه، وهو بيحل الماتيريال والانرجي سيمالتينيسلي مع الفيز ايكوليبريم ريليشن. فهو ده اللي بيخلي السوفت وير ده عنده ميزه مش موجوده في الحلول اليدويه اللي احنا ممكن نقدر نعملها. ده اللي هنمشي بيه. الكتاب او هو في كتابين حقيقه انا هشتغل بيهم في الكورس ان شاء الله، او في الفيديوز اللي احنا شغالين بيها دي. الكتابين دول الاولاني اسمه Process Analysis and Simulation in Chemical Engineering، هو كتاب ظريف. هو بيتكلم عن يعني الكتابين اللي احنا هنتكلم عليهم هم برضو معمولين لهدف تعليمي اكتر من اي حاجة تاني. فالهدف التعليمي ده متحقق بان هو بيغطي تشابتر مثلا، يعني ممكن نبص هنا مثلا على التابل اوف كونتنتس، هتلاقي ان هو هنا بعد بقى المقدمة والكلام ده كله بيتكلم مثلا
شوية على السيميليشنز وأنواع السيميليتورز والكلام ده كله، ده ممكن هنتكلم فيه المرة الجاية إن شاء الله. وبعدين هيبقى بيتكلم على thermodynamic models، هتلاقيها برضو موجودة في الكتاب التاني. هيبتدي يتكلم بقى على fluid handling مثلا في الحتة دي، ويتكلم على البايبنج والبامبس والكلام ده كله. بعد كده يتكلم على heat exchanger equipment، وبعد كده هيتكلم على الرياكتورز وأنواعها، وبعد كده هيتكلم على liquid separation وأنواعها، وبعد كده على ال process optimization وحاجات زي كده. فهو يعني مش هياخد يعني فلوشت كبيره فيها حاجات كتير ويعملها مره واحده، اللي هو بياخد يونت يونت وبيشرح للناس ازاي ممكن نشتغل بيها. وهو ده اللي هيحصل في كل الكتب لو هي غرضها تعليم. يعني الكتاب ده ظريف وسهل وبسيط، بس هو مش بيدخل في تفاصيل كتير. يعني في حاجات كتير هو ما بيكلمش فيها، لان هو مش يعني مش غرضه قوي ان هو يدخل في التفاصيل، على قد ما غرضه ان هو يعرف الناس الاوبشنز الاساسيه. ممكن يدخل في بعض التفاصيل بس مش كتير. الكتاب ده برضو بيتكلم عن السيميليشن باستخدام الاسبن بلس واسبن ان واسبن هايس برضو، علشان الناس تبقى فاهمه. اسبن هايس او هايسز ده كان سوفت وير لوحده، واسبن بلس كانت سوفت وير لوحده. يعني اسبن بلس الاثنين بيعملوا سيميليشن، بس يمكن اسبن بلس اكتر في الحاجات يعني الان اورجانيكس بيبقى اقوى شويه، في الحاجات فيها سوليد هاندلنج وفيها حاجات بتاع يعني السيستمز اللي هي مش هيدروكربونز بيقدر يحلها. الهايسس مش كده، الهايسس مركز جدا. هايسس ده يعني اختصار هيدروكربون سيميليشن، فهيدروكربون سيميليشن ده بيبقى مركز اكتر على شغل الهيدروكربون، يعني الناس بتوع البترول بيشتغلوا بيه اكتر لانه هو مناسب اكتر لشغله. فبعدين اسبن بلس، اسبن دي اختصار ادفانسد سيميليشن فور بروسيس انجينير تقريبا، حاجه زي كده يعني. فاسبن بلس اشترت هايسس، فبقى السوفت وير لما حد بيجي يشتغل او ينزله يعمله انستليشن، هو بينزل الاثنين، يعني بينزل اسبن هايسس واسبن بلس. في فروقات طبعا بين الاثنين، وفي بطريقه يعني تعريف الانبوتس والطريقه اللي الاوتبوتس بتطلع بيها والكلام ده كله. بس يعني احنا هنركز اكتر هنا على الاسبن بلس. هو هنا بيحل الاثنين في الكتاب ده، بيحل بالاثنين، يجيب المساله يحلها مره باسبن بلس ومره باسبن هايسس. الكتاب التاني اسمه اسبن بلس كيميكال انجينيرنج ابليكيشنز بتاع دكتور كمال الملاح. الراجل ده شغلته اساسا ان هو بيعمل موديلنج وحاجات زي كده كتير يعني. فهو الكتاب بتاعه ممتاز الحقيقه، وهو يمكن داخل يعني هو مركز بس على اسبن بلس وداخل في تفاصيل كتير جدا مش موجوده فيها. فانا يعني ارشح الكتاب الاولاني اللي هو البروسيس اناليسيس اند سيميليشن ده، لو حد يعني لسه في الاول، لو حد عنده عنده فكره وعايز تفاصيل اكتر شويه، هيبقى الكتاب ده مناسب اكتر. التوبكس اللي هيغطيها النقط هي هتلاقي بيتكلم على الفلاش سيبريشن والديستليشن اهو، بعد كده هتلاقي ان هو بيتكلم بعدها على الليكويد ليكويد اكستراكشن والرياكتورز وانواع الرياكتورز بيتكلم فيها كتير. الفريكشن والان بي اتش اللي هو فلويد ميكانكس، بيتكلم على الهيت اكستشينجر، بيتكلم هنا على البوليمرايزيشن وحاجات يعني تانية. والسوليد هاندلنج التاني برضو السوليد هاندلنج فيه كان بسيط جدا. فيعني فاحنا هبقى بشتغل من ده ومن ده ان شاء الله، وهنمشي مع الكتاب ان شاء الله. فبإذن الله يعني مع الوقت هنبتدي ننزل فيديوز واحد ورا التاني، وربنا يسهل. انا الفيرجن بتاع اسبن بلس اللي انا شغال عليه هو فيرجن 9، في فيرجن 10 انا ما اعرفش 11 نزل ولا لا، بس يعني لو حد شغال على فيرجنز تانية مش هيبقى فيه فروقات كتير، بس ممكن يبقى فيه شوية فروقات بين الـ الفيرجنز وبعضها. بس بشكل عام هيبقى المحتوى واحد يعني فيهم كلهم بإذن الله. فأنا هوقف كده، وإن شاء الله من الفيديو الجاي إن شاء الله نبدأ في السوفت وير نفسه. والسلام عليكم.